حنايا هذه الصخور ألفت خطواتهم الصغيرة، ليس للعب وإنما ركضا خلف أغصان هنا وهناك يمكنهم بيعها لشراء ربطة خبز أو ما شابه من سلع غذائية أساسية لعائلتهم. من زحمة قرية تقلى لهون على الصالحي، كل يوم الصبح بنطلع نجيب حطب وننزل نتسلى فيهن، الباقي ما هو مرضانين. بيجيبوا عوذان بيجمعوا حطب، يعني بيجمعوا حطب لحتى يبيعوه، والحطب الحطب ناعم بقى، بيجوا يعني 600 ورقة 700 ورقة 1000 ورقة لحد 1000 يعني بيبيعوا الحمد لله رب العالمين، يعني بيقدمونا حق خبزات. هذه العائلة المؤلفة من 6 أشخاص نزحت من قرية بسقلة نحو سلقين في إدلب بفعل القصف. أب مريض يعجز عن العمل، وأطفال مرغمون على وضع طفولتهم خلفهم كما بيتهم وقريتهم، رغم أن أحدهم يعاني من الربو. في عندي بيجي 4-5 فقرات، موقع سنمشي 50 يوم وأنا نايم على التخت. ما أحسن إذا عباخو دواء الحمد لله، لا خسرت منيح إذا عبعكز شوي داكين. ما أنا أحسن يشتغل لأنه ما في عمل على السواء وما أنا قادر على العمل. لحظات صغيرة قد تظهر الطفولة الكامنة بخجل داخلهم، دحرجة لأكياس الحطب تكاد تقارب ملاعب الكرة في مخيلتهم. أما الانتصار في اللعبة فبيع هذه الأكياس، وإلا تصبح حطبا لموقد يطبخون عليه في الغرفة التي تؤويهم.